الأندية، قيمة الأندية طبعا زي ما تكلمنا سابقا أن تخضع الأشياء، ما هي تخضع لقسم واحد أو قسمين. قيمة الأندية حتى تكلمنا بالفاصل لكن نسيت اللي هي البطولات، من الأشياء اللي هي اللاعبين والاسم التجاري والموقع والبطولات والجمهور، وهذا الشيء الأكبر في تقييم النادي، قيمة النادي. طبعا البطولات لها إرث كبير، يعني أنت إذا جيت بكرة تقول أنا وأنا أقول لك الآن، يعني توثيق البطولات هذه تمهيد للخصخصة، توثيق البطولات حتى تكون الأندية تعرف اللي لها واللي عليها، لأن فيها استثمارات كبيرة مستقبلا. يعني البطولات هذه اللي مثلا الهلال 54 ولا والنصر مدري والاتحاد والأهلي، هذه البطولات هذه كلها لها قيمة بعدين بالخصخصة، وقيمة يقدر يستثمر فيها. القيمة الأندية لا تخضع لجزء واحد، تخضع لعدة أجزاء كثيرة جدا في هذا الموضوع.